بدءا من هذا الاسبوع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعرض حلوى المولد النبوي الشريف داخل المجمعات الاستهلاكية، عددها حوالي 1300 مجمع على مستوى الجمهورية. في تكليف من السيد وزير التموين للشركة القابضة للصناعات الغذائية انها تطرح حلوى المولد باسعار اقل من الاسواق بنسبة تخفيضات تصل الى 25%. بتبدأ الاسعار الكيلو المشكل من 85 جنيه فما اعلى، في ب 100 جنيه وب 150 وب 200 جنيه حسب كل اسره واحتياجاتها. دايما بندي رساله اساسيه من خلال المجمعات الاستهلاكيه ان مطروح فيها السلع الاساسيه والسلع التموينيه واللحوم والدواجن المجمده والطازه، زي ما دايما جريده الوطن بتغطي معنا كل الاحداث بدايه من معارض اهل المدارس، اهل رمضان، ايضا المواسم الخاصه بالاعياد، عيد الاضحى وعيد الفطر. النهارده هذه المناسبه العطره والطيبه اللي ليها لدى كل مسلم ومصري اهميه خاصه، ودايما المواطن المصري عندنا طقوس الاحتفال بالاعياد والمواسم زي المولد النبوي، بيبقى حاجه ليها علاقه بالبهجه واطفاء السرور على الاسره المصريه ناهيك ان هي طبعا مناسبه دينيه طيبه. انا بقى صلاح مدير مجمع سوق الالفي تابع للشركه العامه لتجاره الجمله. احنا النهارده عندنا حلاوه المولد زي ما حضرتك شايف بكميات كبيره وباسعار مخفضه اقل من السوق ب 35%. بتبتدي النهارده العلبه عندنا زي ما حضرتك شايف ب 85 جنيه دي 1 كيلو. في حاجه بتبقى سبيشال شويه 1 كيلو ب 100 جنيه، وعندنا برضو العلبه ال 2 كيلو ب 200 جنيه والعلبه ال 3 كيلو ب 350 جنيه، والاسعار دي مقارنه بالسوق بره اقل بتخفيض 35%، والجوده عاليه زي ما حضرتك شايف، وبنطرح بكميات كبيره في المجمعات الاستهلاكيه، وطبعا بالاضافه الى باقي السلع طبعا في المجمع الاستهلاكي بتخفيض 25%. والحمد لله عندنا توفر في كل السلع، رز وسكر ومكرونه ولحوم مجمده ولحوم طازجه، وعندنا كمان دواجن بسعر الكيلو 85 جنيه. طيب عايزين نتفرج على العلب بقى بتاعتنا. اتفضل حضرتك كده. زي ما قلت لحضرتك ادي العلبه بتبتدي ب 85 جنيه دي 1 كيلو. ب 85 جنيه دي 1 كيلو. في واحده ب 1 كيلو برضه ب 100 جنيه، بس طبعا التشكيل بتاعها بيبقى اكبر شويه. بعد كده بتبتدي العلبه 2 كيلو ب 200 جنيه، وتشكيلتها واضحه اهي في العلبه الشفافه دي. واخر حاجه معانا العلبه الكبيره 3 كيلو ب 350 جنيه. كلمنا بقى عن جوده المنتجات. والله حضرتك شايف انا مش محتاج اقول، احنا العملاء بتاعتنا كل سنه متعودين ان هم ياخدوا من عندنا الحاجه بالجوده عاليه، واحنا دايما تبقى الحاجه عندنا واضحه. احنا مش قافلين على العلبه، العلبه شفافه وباينه وكل حاجه واضحه فيها. والعملاء بتوعنا بيبقى عندهم ثقه ومصداقيه في المجمع الاستهلاكي ان هم بياخدوا الحاجه باعلى جوده ان شاء الله.